اهلا فيكم الكرم. بنك القدس طبعا اطلق يوم مميز وحلو عندنا في فرع طول كرم لتسليم جائزة التوفير اللي هي عبارة عن سيارة بيجو 301 والفازت فيها السيد إيمان الحسن، وهذا إشي اليوم بسعدنا احنا ومفخرة لطول كرم وبنك القدس كمعود جماهيره سنويا. هناك حملات توفير، السنة في عنا حملة توفير توفيرك لحالك أحلالك، وهي عبارة عن سحب كل يومين على سيارة بيجو 301 أو ستروين سي 4، وكل ثلاث شهور كمان في عنا سحب على سيارة مرسيدس سي كلاس. ومن هنا بندعو جماهير محافظة طول كرم وكل أهالينا وكل المواطنين الفلسطينيين إلى الإسراع وفتح حسابات في بنك القدس للفوز بأحد هذه الجوائز الثمينة والقيمة جدا اللي هي الحملة المميزة اللي هي توفيرك لحالك أحلالك. وبنك القدس لا يشترط أي مبلغ للبدء في فتح حساب التوفير، لكن لدخول السحب نشترط أن يكون المبلغ $200 فما فوق، وفرص كثيرة وجوائز كثيرة. وعندنا كمان هناك برنامج مميز كمان لدى بنك القدس اللي هو الوديعة الذهبية، ببلش من $7,500 $7,500 دينار $30,000 شيكل، وكل شريحة بتزيد هناك إلها جائزة العميل بأخذها فورا باستلامها من بنك القدس، وهذا إشي مميز. ونتمنى أنه بنك القدس طبعا هو من خلال شعاره بنك الوطن والمواطن دائما وأبدا سيبقى إلى جانب جماهيره. وبهذا اليوم الحلو من نبارك للفائزة ونتمنى حظ جميل لكل عملاء بنك القدس، وأهلا وسهلا فيكم. الحملات هذه بتحفز المواطنين والعملاء بالتعامل مع المؤسسات هذه البنوك بشكل عام. احنا بنبارك للأخت اللي فازت في هذه السيارة، وبنشكر بنك القدس على اللفتات والمفاجآت اللي دوما بقدمها للمواطنين بشكل عام. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. أنا إيمان عمر الحسن الفائز بجائزة سيارة بيجو من بنك القدس، بقدم الجزيل الشكر للإدارة وللموظفين كلهم وإلى الإمام، وبتمنى الكل يوفر فيه والله يوفق كل الناس.